تركنا فاوست مثقلا بالهموم، مهيض الجناح، نهبا لتأنيب الضمير وفريسة لعذاب الخطيئة. وكان لابد له أن يتطهر من الآثام التي ارتكبها، وأي مطهر أعظم من الطبيعة الفاتنة؟ فها هو ذا يرقد على العشب في بقعة بهيجة وقد راح ينشد النوم، بينما التفت حوله مجموعة من الأرواح النورانية تمثل قوى الطبيعة التي تهب الشفاء، وعلى رأسهم إيريال، وهو شخصية استعارها جوتا من مسرحية العاصفة لشكسبير، وهي تمثل الحب بين بني الإنسان. إن إيريال هو الروح المستعدة للخدمة والنجدة دائماً، وهو هنا يقود سائر الأرواح ويناشدهم أن يشفقوا على الإنسان البائس ويسارعوا إلى نجدته براً كان أو شريراً. وتستجيب الأرواح لندائه ويلتفون حول فاوست يغنون غناءً يهدهد آلام قلبه البائس حتى ينسى. ها هي ذي الساعات قد ولت واختفى الألم والهناء. استشعر هذا تشفى وثق بطلعة الفجر الجديد. ثم يسمع ضجيج هائل يعلن عن مقدم الشمس. يا لها من ضوضاء يحدثها النور. فيستيقظ فاوست وقد استرد قوة للحياة الجديدة، فينشد مترنما لتحية الفجر الجديد، والغابة ترن بآلاف أصوات الحياة، وصفاء السماء ينزل إلى الأرض. إن الأرض الراسخة تثير في نفسه عزما قويا على السعي الدائب نحو الوجود الأسمى، وأما السماء فإنه يتطلع إلى أعلى. ها هي ذي الشمس تتقدم، فيشرق ضوءها كأنه شعلة الحياة. من هذه العاصفة ما أروع أن تنعقد قوس قزح ذات الألوان المتعددة دائمة التغير والتي تعكس سعي الإنسان. فكر في ذلك جيداً، تفهم على الأدق أن حياتنا تقوم في البريق متغير الألوان. وهكذا يصبح فاوست مستعداً إلى الانتقال للجزء الثاني، والذي ينتقل فيه من العالم الصغير إلى العالم الكبير. هل تذكرون كلام مفستوفلس في الجزء الأول قبل بداية الرحلة؟ لقد قال الشيطان أنه سيأخذ فاوست في رحلة إلى العالم الصغير أولاً ثم إلى العالم الكبير، وكان يعني بالعالم الصغير عالم العاديين من الناس، وبالعالم الكبير عالم الملوك والحكام. وقد حان الوقت لننتقل معاً إلى العالم الكبير، إلى قصر الإمبراطور. تبدأ الحياة الجديدة في قصر الإمبراطور، حيث ينعقد مجلس الدولة داخل القصر للنظر في مشاكل الإمبراطورية، المشاكل المالية والحربية والسياسية. ويجلس الإمبراطور على كرسي العرش يحيط به كوكبة من رجال البلاط، وعن يمينه يقف المنجم. يقول الإمبراطور: السلام على المخلصين الأحباء الذين تجمعوا من الداني والقاصي. إني أرى الحكيم إلى جانبي، يقصد المنجم. أما المجنون فأين هو؟ فيقول أحد النبلاء: لقد سقط على السلم يا مولاي وراء ذيل ردائكم، فحملوه بعيدا بوزنه الثقيل، ميتا أو سكرانا لا أحد يدري. ثم يكمل نبيل آخر: وفي الحال يا سيدي وبسرعة عجيبة اندفع مكانه شخص آخر، إنه يلبس ثيابا فاخرة ولكنه متناه في القبح حتى لا يدهش كل من يراه. لقد أوقفه الحراس عند عتبة بابكم. ثم يفسح النبيل مقدما المجنون الجديد الذي لم يكن سوى مفستوفلس، ويدخل مفستو مرتديا ملابس عجيبة، وهو ينهال بالكلام الملغزي للتعريف عن نفسه: من الملعون المرحب به دائما؟ من المطلوب المطرود؟ من المتعوذ منه أبدا؟ من المتهم باستمرار وبقسوة؟ فيطلب منه الإمبراطور أن يكف عن هذه الألغاز وأن يتخذ مكانه إلى جانبه بدلا من المجنون السابق. فيصعد مفستو إلى جانب الإمبراطور بينما تتصاعد همهمات من الجمهور: مجنون جديد، متاعب جديدة، من أين جاء وكيف دخل؟
وينهي الإمبراطور الأمر قائلاً: إذن أيها المخلصون الأعزاء، مرحباً بكم من الأداني والأقاصي. لقد اجتمعتم اليوم، وأنا لا أعرف لماذا اجتمعتم اليوم. في هذه الأيام السعيدة، وقد اقترب الكرنفال، وكان علينا في هذه الأيام أن نتحرر من همومنا ونلبس أقنعة المساخر ونستمتع في صفاء. فلا أدري لماذا نعذب أنفسنا بالاجتماع للتشاور، لكن ما دمتم ترون أنه لا مفر من ذلك فليكن، ليبدأ الاجتماع. فيفتتح الحديث مستشار الدولة قائلا: سيدي الإمبراطور، إن أسمى الفضائل تحيط برأس جلالتكم كهالة قديس، وأعني بأسمى الفضائل العدالة، ما يحبه كل الناس، ما يطالب به الجميع وما يتمنونه، ما يصعب على الجميع الاستغناء عنه يتوقف على الإمبراطور أن يمنحه للشعب. لكن ويا حسرتاه، إن الحمى تسري في الدولة بعنف، والشر يلقح الشر. من ينظر من هذا المكان العالي في الإمبراطورية الواسعة يبدو له أنه في حلم مروع، حيث الفساد يجول بين المفاسد، واللا قانون يتحكم في القانون. هذا يسلب قطيعا من الماشية، وذاك ينهب زوجه، وثالث يسرق كأسا وصليبا وشمعدانا من فوق المذبح. الشاكون يتدافعون في المحاكم، والقاضي يتربع لامعا على وسادته العالية، بينما الجمهور الغاضب يتزايد في الخارج ويزمجر متمردا ثائرا. هذا يفخر بالعار والشنار، وذاك يستند إلى شركائه في الإجرام، وتصدر الأحكام بالإدانة على الأبرياء فقط. وهكذا يمزق الناس بعضهم بعضا، ويدمر كل ما هو ذو قيمة، وفي النهاية يتحول الرجل الكريم إلى متملق وراش، والقاضي الذي لا يستطيع أن يعاقب مجرما ينضم في آخر الأمر إلى المجرم. لقد رسمت اللوحة باللون الأسود. لا نستطيع أن نتفادى اتخاذ القرارات. إذا كان الكل يؤذي ويتأذى، فإن الإمبراطورية ذاتها في خطر. ثم يتوالى كبار رجال الحكم للشكوى من الأحوال الراهنة. رئيس الجيش يشكو من المؤامرات التي يقوم بها الأعيان والفرسان، ومن الجند المرتزقة الذين يطالبون بأجورهم مستعملين التمرد والعنف. والإمبراطورية التي يجب عليهم جميعا حمايتها قد صارت هدفا للنهب والتخريب. أما رئيس الخزانة أو وزير المال فيشكو من أن المساعدات المالية الموعودة بها من الحلفاء قد نضبت وتخلفت، وحتى الأحزاب كما تسمى لم يعد ثم مجال للثقة بها اليوم، فسواء عليهم أوبخوا أم مدحوا فلا وزن لحديثهم إذا كان لا أحد يريد أن يساعد جاره. حسب كل امرئ شؤونه الخاصة، فعنده من الهموم والمشاغل ما يكفيه. لقد أغلقت أبواب الذهب، فكل واحد الآن يخدش ويحفر ويكنز، وخزائن الدولة فارغة. ثم يأتي الدور على مدير شؤون القصر، فيشكو من قلة المال وكثرة مصاريف القصر ومجالس الشراب التي يعقدها النبلاء. لقد صار يستدين من اليهودي على حساب موارد السنة القادمة، مما يستهلك موارد الدولة مقدما بسبب الفوائد. لقد صار كل شيء مرهونا، الوسادة التي على السرير والخبز الذي على المائدة. فيقول الإمبراطور مخاطبا مفستوفلس: وأنت أيها المجنون، ألا تعرف مصيبة أخرى؟ لكن مفستو يرد بالثناء على الملك، إنه ينكر أن تكون هناك أزمة ما دام صاحب الجلالة هو الآمر الناهي، وما دامت هذه الكوكبة من رجال الحكم تلمع في سماء الإمبراطورية. فيثار لغط بين الجمهور من تطبيل الشيطان، ويشتمونه وينعتونه بالخبيث. فيقول مفستو: وأي مكان في العالم ليس فيه نقص؟ هذا ينقصه ذاك، وذاك ينقصه هذا. أما هنا فكل ما ينقص هو المال، والمال يستخرج بالحكمة، إن الحكمة تعرف كيف تستخرج المال من أعمق أعماق الأرض. ففي عروق الجبل وفي أساس الجدران يمكن العثور على الذهب المسكوك وغير المسكوك. فإن سألتني من الذي يستطيع أن يستخرجه، أجبتك: قوة الطبيعة والعقل في رجل موهوب. وهنا يثور غضب المستشار
الذي يشتم من كلام موفيستو رائحة الكفر، فيقول المستشار إن هذا كلام لا ينطق به مسيحي ولا يخاطب به المسيحيون، ومن أجل ذلك أحرق الملحدون، لأن هذا كلام في منتهى الخطورة. إن الطبيعة هي الخطيئة والعقل هو الشيطان، وكلاهما يورثان الشك الذي هو ابنهما المشوه. لا تخاطبنا بمثل هذا الكلام، فالإمبراطورية قد نشأت على صنفين من الناس يدعمان العرش بجدارة، وهما رجال الدين والفرسان، وبهما تقوم الكنيسة والدولة. أما إذا قامت فتنة في المشاعر المشوشة للجمهور فمن السبب فيها؟ الملاحدة وأرباب السحر، وأنت تريد تسريب كلامهم إلينا بمزاحك الوقح. إنكم تتعلقون بقلب فاسد، وهذا المجنون قريب من الملاحدة وأرباب السحر. ويرد مفيستو بمهاجمة آراء المستشار ووصفه بالمادية الواقعية، فيقول أيها السيد العالم، إن ما لا تلمسه بيديك يبقى بعيدا عنك بمئات الأميال، وما لا تمسكه فهو غير موجود، وما لا تزنه فهو عندك لا وزن له. ويتململ الإمبراطور من هذا الجدل العقيم قائلا أنه لا يحل شيئا، ويخاطب مفيستو قائلا كفاك وعظا، المشكلة عندنا في نقص المال، فهيا آتنا به. فيرد مفيستو سآتي بما تريد وأكثر، هذا أمر سهل، إن المال موجود، لكن من يستطيع الحصول عليه؟ هذا هو الفن. إن الناس من الخوف والرهبة قد دفنوا أموالهم في باطن الأرض، والأرض ملك الإمبراطور، فهذا المدفون هو من حق الإمبراطور. ويفرح وزير المالية بهذا الاقتراح ويقول رغم أنه مجنون إلا أنه يقول كلاما لا بأس به، إن هذا حق قديم للإمبراطور. فيرد المستشار إن الشيطان ينصب لكم حبائل ذهبية، الأمر لا يجري هكذا إذا أردنا تحري الاستقامة والورع. فيقول مدير القصر لا مانع عندي من ارتكاب بعض الظلم إذا كان ذلك سيقوم بتزويد القصر بالمال. ويقول مدير الجيش المجنون بارع حكيم، إن الجنود يريدون أن تدفع لهم رواتبهم ولا يسألون من أين تأتي هذه الرواتب. وهنا يستعين مفيستو بالمنجم فيقول ربما تظنون أنني أخدعكم، فها هو ذا المنجم، اسألوه إنه يعرف الساعة والأبراج، فليخبرنا ما هو الطالع في السماء. وتثار همهمات الجمهور مرة أخرى، هما وغدان متفاهمان، المجنون وصاحب التخيلات، قريبان من العرش، أغنية عتيقة، قصيدة قديمة، المجنون يلقن والعاقل يتكلم. ثم يتكلم المنجم يلقنه مفيستو من خلفه، فيفيض في حديث عن النجوم والكواكب، ويتكلم عن عطارد والزهرة والمريخ، ويقول حين تجمع الشمس مع القمر والذهب مع الفضة يسود الصفاء العالم. وأخيرا يوقف الإمبراطور كل هذا اللغط قائلا لمفيستو اسرع ولا تتهرب، برهن على صحة أكاذيبك، وأرنا فورا تلك الأماكن التي تحتوي الكنوز المدفونة، فإذا كنت لا تكذب فأقسم أنني سوف أدع السيف والصولجان وسأنجز بيدي الساميتين أعمال الحفر عن الكنوز المدفونة، أما إذا كنت تكذب فسأبعث بك إلى الجحيم. ويرد مفيستو بأنه يعرف جيدا الطريق إلى الجحيم، ثم يستأنف تصوير خطته بألوان خداعة باهرة، إن الأشياء العظيمة تختبئ في الظلام والحكيم يفتش عنها دون ملل. فيقول الإمبراطور كم من الوقت علي أن أنتظر، أسرع أسرع. فيرد المنجم ومفيستو يلقنه مرة أخرى مولاي هدئ من رغبتك المرحة هذه، إذ لابد لنا من مزاج طيب أولا، فلندع الاستمتاع يأخذ مجراه، فمن يرد السرور فليهدئ من فورة دمه، ومن يرد الخمر فليعصر العنب. ويوافق الإمبراطور على تأجيل العمل إلى ما بعد الكرنفال، ليقضى الوقت إذن في البهجة والحبور، ليأتي الكرنفال ونحن في اشتياق إليه، ولنحتفل على كل حال.
ثم يخرجون ويتربع مفستو على العرش قائلاً: الحمقى لا يدركون أبداً الارتباط بين الاستحقاق والسعادة، وحتى لو كانوا يملكون حجر الفلاسفة فإن الفيلسوف الحكيم يعوزه الحجر.